لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة لعام 1436 للهجرة، الموافق 22 من سبتمبر لعام 2015 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. قرت محكمة القضاء الإداري مساء أمس الاثنين برفض الطعن المقدم من محمد فرج عامر ضد قائمة حزب النور بقطاع غرب الدلتا والذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح. جدير بالذكر أن هذا رابع طعن ضد حزب النور يتم رفضه. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة مساء الاثنين حصارا عسكريا محكما على القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما الدخول إليه لصالح اقتحامات جديدة لقطعان المستوطنين عشية الاحتفالات اليهودية بعيد الغفران. أقرت الحكومة الإسرائيلية إجراءات وعقوبات إضافية ضد رماة الحجارة الفلسطينيين في القدس المحتلة، كان أخطرها تعديل تعليمات إطلاق النار من عناصر الشرطة والسماح لهم باستخدام الرصاص الحي في مواجهة ملقي الحجارة الفلسطينيين. تظاهر ظهر اليوم العشرات من حركة التحرير الفلسطيني فتح والحملة الشعبية الفلسطينية وعدد من أعضاء حزب التجمع أمام مقر الجامعة العربية بميدان التحرير للمطالبة بتدخل العالم لإنقاذ المسجد الأقصى ضد الانتهاكات الإسرائيلية. كشفت مصادر صحفية وطبية يمنية أمس الاثنين عن مقتل 30 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء غارات جوية شنها طيران التحالف على أحد مباني الأمن بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية 123 كيلومتر شمال غرب صنعاء. قال مسعفون ومسؤولون محليون إن طائرات حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية قصفت فندقا في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون. أعلنت السعودية الاثنين أن 2 من جنودها وقعا أسرى في أيدي المتمردين الحوثيين في اليمن، حيث تقود المملكة تحالفا عربيا ضد المتمردين الشيعة وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. قالت الشرطة النيجيرية وشهود عيان يوم الاثنين إن 80 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 150 آخرون في عدة هجمات في ولاية باورنو بشمال شرق نيجيريا. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي داعش أمس الاثنين في محيط منطقة تدمر وسط سوريا، في حين قصفت الطائرات الحكومية مواقع في درعا وريفها جنوب البلاد، وذلك حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلن المرصد أمس أنه وثق تنفيذ طائرات النظام السوري أكثر من 38,199 غارة على الأقل خلال الأشهر 11 الماضية. أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن روسيا بدأت طلعات استطلاع فوق سوريا بطائرات بدون طيار. أعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من استمرار تجاهل المجتمع الدولي التام لحياة السوريين التي استباحها نظام بشار الأسد وعجزه عن صونها وحمايتها. أعلن زعيم حركة طالبان أفغانستان الملا أخطر منصور الثلاثاء أن البلاد لن تعرف السلام قبل رحيل القوات الأجنبية وإلغاء المعاهدات العسكرية التي تربط كابل بشركائها. تحتشد ضيوف الرحمن بجبل عرفات منذ الصباح الباكر غدا الأربعاء عقب انتهائهم من قضاء يوم التروية بمشعر منى اليوم الثلاثاء اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك تلبية لنداء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بعد أن أتوا من كل فج عميق إلى أطهر بقاع الأرض ومهد الرسالة ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم، تاركين المال والأهل والولد، طامعين في مغفرة الله ورضوانه. وقد بشرهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن من حج بيت الله الحرام ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
أكدت الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء السعودية أن زيارة المسجد النبوي سنة وليست واجبة، وليس لها علاقة بالحج، بل السنة أن يزور الحاج المسجد النبوي في جميع السنة، ولا يختص ذلك بوقت الحج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ردت هيلاري كلينتون الاثنين بنعم حاسمة وواضحة على سؤال حول ما إذا كان يمكن لمسلم أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة لتتميز بذلك عن مرشحين آخرين. حاولوا التهرب من الإجابة على هذا السؤال الذي يحتمل أن يصبح اختبارا لسائل المرشحين إلى السباق الرئاسي. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 1.64 مليار جنيه في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بسوديك. أوضحت المؤشرات الدولية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2015 عن احتلال مصر الترتيب 50 دوليا من بين 178 دولة في مؤشر دليل الأداء البي اي عن عام 2012، كما احتلت الترتيب 110 دوليا من بين 178 دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2014، واحتلت مصر الترتيب 119 دوليا في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-2015، والترتيب 12 عربيا في التنافسية العالمي، والترتيب 111 دوليا في مؤشر التعليم العالي والتدريب، والترتيب 118 دوليا في مؤشر كفاءة سوق السلع. غادرت من قرية البضائع بمطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 8 جثث لسياح مكسيكيين لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي بطريق الخطأ أثناء مطاردة القوات المصرية لإرهابيين في منطقة الواحات متوجهين إلى هولندا في طريق عودتهم للمكسيك لدفنهم هناك. اكتشف الطالب محمود جمال برعي سيف ثغرة أمنية خطيرة في محرك البحث العالمي الشهير جوجل تظهر عند البحث على صور في جوجل من النوع XSS الخطير. ونقلت بوابة الأهرام عن سيف قوله: تلقيت رسالة رد من الفريق الأمني من جوجل بعدما أرسلت تفاصيل الثغرة إليهم، وأخبروني بأنه تم التأكد من الثغرة وشكروني على التبليغ عنها، ثم قرروا لي مكافأة 2000 دولار. يذكر أن سيف مواليد محافظة أسيوط، وهو طالب بالثانوية العامة مهتم بمجال البرمجة والأمن الإلكتروني. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي: ما يباح في الصلاة، محاضرتان من سلسلة كتاب الصلاة من فقه السنة، والمحاضرة 44 من سلسلة تفسير سورة يونس، فضيلة الشيخ ياسر برهامي. تأملات في خطبة الوداع، الشيخ عبد المنعم الشحات. من أركان العمرة ومن شروط صحة السعي والفوات والإحصار من سلسلة كتاب الحج من منار السبيل، الشيخ سعيد محمود. فضل العشر الأول من ذي الحجة، وعشرون وسيلة لحب قيام الليل 4 من سلسلة تثبيت الطاعة، الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي: فلما أسلم وتله للجبين، كتبه محمود عبد الحفيظ البرتاوي. فوضى التكفير بين الهوى والدين، كتبه خالد الرحيم. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.